أنه تضل ممتدة حسب الظروف. إذا تلاحظ أنت كأنه متفقين، تدري أنه حجب الله لحد الآن ما عم يضرب أي شيء، عم يضرب هيك يضحك علينا، ما أعرف شو الموضوع، أنا ما عم بفهم ليش هيك عم يصير. يعني حزب الله ما عم يسوي شيء أصلا، وقاعدة عم تروح، وبنى التحتية تبعه وصواريخها كلها عم تتفجر. إيه سيلفر، مو مشكلة مو مشكلة عادي. على كل حال مساء الخير. أسمع أخبار bachillerato social es que has repetido segundo bachillerato. A ver, no lo he repetido entero. Te la hice en el sofá. والله يمكن انت شافت امك السبب، تشوف امك توقع انت كل العالم مثلها. امي بالجنوب، امي ما ادري وين راحت، راحت على المدرسه طرابلس اول امبارح قالت لي، وعلى اساس بدهم ياخذون بيت ياجروه ب 600 دولار بلبنان. بيت ب 600 دولار 100 دولار كان سعره 100 دولار. سوي له حظر، هذا سوي له حظر، ما بدي أضوج ولا أمسح فيه الأرض. مشكلة القلع، سبحان الله. في بعض الناس مو بإيده، مو بإيده، لازم إنه يتبادل أصغر ولا أكبر ولا متعرض كده ناس. No acné como tal, pero sí tuve granitos. Y te juro que el corrector a mí me parece una maravilla. Ahora, a no sé que te lo eches por aquí, pero por la ojera, granito. A mí viene súper bien, tío. Mi carrera quiere estudiar, depende. Es que quiero estudiar tres cosas. No sé, no me sale cuál es, pues ahora te bloqueo, que no creo que te haya bloqueado. Bueno. Hola, guapa, hola. Qué bachillerato, otra vez, sociales. ¿No irías a privada? ¿Cómo a privada? Sí, iría a privada si no me da la nota, pero no quiero tener una mala nota en bachillerato. A mí se me tiene bloqueado, ya te... Y me mataron... Hombre, ¿por qué no vas a ir a Suria? No sé. Dices que es una familia grande. No vas a ir a Suria. Si va a privada, la nota de bachillerato me da igual. مع انه في عنا بيوت كثير بسوريا. تحكي معي انا 2 8 200. طب هاي بطنك معباية يا حبيب، صارك ساعة عم ترضع. يا الله ضربت عينها. شكرا على كلامك عوني. ليش ما ترضع انت أو أمك؟ والله طلعتهم رضعوا من يوم فكت لحد الآن، صار ساعة. هو اللي خلاني أفيق، أنا كنت بدي أكمل نومتي، فشفت إنه مسكين ما رضع من المغرب، فكانوا نايمين جنبي اثنين، أمه والتانية وهاي التالتة اللي رضعتها. تعي ماما، تعي رضعي. سؤال رياضيات، أنا تحكي معي أنا 8200 هاي مو الرياضيات، هذا وحدة في إسرائيل، هذولا وحدة معلومات يسوون حسابات ويسوون كذا مشاكل. حضارة الجزيرة العربية، الجزيرة العربية ما كثير فيها حضارات،
أكثر شيء ممكن قوم عاد. هسا في قبل قوم عاد بس يعني محدودة. قوم عاد هم أكثر شيء أصغر مني. لا ما زرت فلسطين. ليش تكبير ضعيف؟ أدمن. أدمن اسمك أدمن؟ ولا أنا فكرت آدم. أدمن المسؤول. بالعكس سوريا تعبانة اقتصاديين يجيهم لبنان بالعكس يحركون الاقتصاد. شوف لما يصير في حروب بدايتها الناس تصير تدفع. أدمن بالسوشيال ميديا. أعرف بالسوشيال ميديا طبعا. يعني شوف تركيا كثير استفادت من السوريين بسبب الحرب. عرفت شلون؟ العراق كمان. لبنان أول شيء استفاد. لبنان بعدين لا. ليش؟ لأنه بلد محدود وصغير وعنده مشاكل. ودلالك لبنان ما في موارد والتجار كانوا يطلعون فما يصير في استهلاك. أوكي الأخذ والعطاء يصير بسيط فيصير اقتصاد تعبان. مع ذلك السوريين يعني عملوا كثير فائدة للبلدان الثانية. طلع حرام الضاحية الجنوبية مسحوع مسح. يلا والله ما لي خلق أحكي معكم ما لي خلق. انقلادش يا الله والله ما لي خلق أحكي. شلون تقتل جسمي؟ شلون تقتل جسمي؟ هلا البنا تحتية. إسرائيل طول عمرها هيك. يا سبحان الله. 2000 سنة مشردين. 2000 سنة مشردين. في يوم من الأيام ينطوهم الدولة وينطوهم أحدث الأسلحة ويعطوهم كل شيء. ولك حاج نريدك سيسان أصابان طبعا. أوروبا كئيبة كثير. أوروبا كئيبة. مشكلة هذا سيبرد. مين عم طلع ريحة لك؟ راح نجن أنا. مين عم طلع ريحة؟ خاف أنت صغير عم طلع ريحة. عراق إيش هذا؟ عليكم السلام محمد. لا القطط عم يسوي الريحة. أكتم صاحبة أكتم أصحاب الرايات الزرقاء اللي بالبث. شو سوي لهم؟ شو سوي لهم؟ إذا أكتم يروحون يبلغون يخربون بثي. فعجزت أمام حسنك ومن خاطري ألف سؤال.
صحيح المفروض أخذ كمامات مفروض. Bueno, no sé cómo aplicarlo, pero que yo me entiendo. Soy muy bonita. Chico. Ahora hay una con nadie. Dimensionato, es raro.